بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الرياضة، وما توفيقي إلا بالله. في البداية أرحب بالزميلة الأستاذة آية الروبي. الأستاذة آية أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذ مجدي، وأهلا بالسادة المشاهدين، إن شاء الله تكون حلقة مميزة بأخبارنا وبضيوفنا. ايه في جعبيبتك يا أستاذة آية النهاردة؟ في خبر سريع كده بيقول لك مشجعة زملكاوية تتبرع بجزء من ذهبها لنادي الزمالك، فرجاني ساسي استقبلها ووعدها ان هو هيبقى في النادي، بس اللجنه المكلفه وجهت ليها الشكر ورفضت التبرع. دي طبعا مثال للمشجع الداعم للنادي. حضرتك شايفاها مشجع داعم، انا شايف ان الامر وصل بينا لمنحنى مش كويس، لان اذا كان الامر فيه تبرع حضرتك هتتبرعي بكام الف مثلا للاعب بياخد ملايين، او لنادي قوامه وعنده فلوس كتير للاعب. طب يعني انا ده رايي طبعا، انا مش مع الست اللي اتبرعت بحاجه زي كده للاعب. من حقك تشجعي ناديكي زي ما انت عايزه، ولكن اذا كان على التبرع فكان فيه ابواب تانيه كتير ممكن نتبرع ليها، ومصر طبعا محتاجه كتير. ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصلنا لان حد يتبرع بذهبه، او ان هم في الاول كان في مبادره ان هم يبيعوا قميص اللاعب علشان يسددوا او يجددوا للاعب؟ والله انا اولا بشكر اداره نادي الزمالك ان هي رفضت النوع ده او الشكل ده من التبرع للجماهير. لاعب الزمالك والاهلي والانديه الكبيره ما بتقفش على لاعب عايز يقعد في الزمالك، يا اهلا بيه، مش عايز يقعد وشاف فرصته في اي نادي تاني يا ربنا يسهل له. انما احنا كجماهير لينا حدود ما نتخطاهاش، احب ناديك براحتك ودعمه بطرق تانيه، ولكن بخصوص المال والفلوس فده المال الحاجه الوحيده، النعمه الوحيده اللي ربنا هيسال عنها العبد سؤالين: مما اكتسبته وفيما انفقته. فارجو ان الظواهر دي مش عايزينها تظهر عندنا، ان الجمهور حب براحتك ودعم براحتك، ولكن راجع حساباتك تاني بخصوص موضوع التبرعات، لان في مستشفيات، في مصالح، في حاجات كتير قوي محتاجه ان احنا نتبرع، الفقراء، و يعني مش عايزين نخوض في الامر اكتر من كده. عندك ايه تاني يا استاذ؟ نتائج الدوري الاسبوع اللي فات، المصري وسيراميكا كان تعادل 2-2، اسوان والبنك الاهلي 2-0 للبنك الاهلي، وبيراميدز والجونه يوم الخميس اللي فات 1-1، الجونه هيلعب بكره، الاهلي وطلائع الجيش بقى 2-1. و طبعا الاهلي ابو خالد الاهلي مباراه شايفها في قمه الجمال، ومن جانب طلائع الجيش في الشوط الاول، الطلائع الرائع في شوطه الاول يتراجع في شوطه الثاني، وده لغز وده عيب مهم جدا في الكره المصريه، ان انت عندك امكانيات انك تجاري الفرق الكبيره وتسجل فيها وتحرجها، ليه ما استمرتش وليه ما كملتش؟ وخصوصا ان فريق طلائع الجيش فيه عناصر مميزه وضمم عناصر كبيره جدا، لعبوا في منتخب مصر وكانوا بيلعبوا في الاهلي وبيلعبوا في الزمالك، زي احمد سمير، زي عمرو جمال، وكابتن عبد الحميد بسيوني برضه المدير الفني حد له تقله برضه وله سياسته، ليه ما كملتش الضغط ده وليه ما كملتش للاخر؟ هتتحجج باللياقه. طب ما هو ده اللي مخلي الفرق دي في الاخر، الاهلي هذا شفناه لحد اخر دقيقه، ده لحد بعد الدقيقه 90 كمان ومصمم على الفوز، وفعلا وصل للفوز وحقق، وكان فوز صعب ومهم. تحيه لطلائع الجيش في شوطه الاول، هارد لك في الشوط الثاني، الاهلي تحيه ليه على انه متمسك بالفوز لحد اخر دقيقه. ذا ماستر اوف ذا سبنس على راي المعلق الكبير ايمن الكاشف. الزمالك ان شاء الله يلعب النهارده الساعه 7:30، بكره في مباريتين، المصري وبيراميدز والجونه وسموحه. طبعا بنتكلم على الدوري المصري، وان في فرق لعبت 10 مباريات، وفي فرق لعبت 14 مباراه، وفرقه من يومين لعبه، وفرقه من يومين بكره هتلعب تاني. لخبطه كده في الدوري، لخبطه في الدوري المصري، ودي مسؤوليه اتحاد الكوره. ليه الفرق دي ما تلعبش كلها في اسبوع واحد؟ هنتحجج بالبطولات الافريقيه، طب ما عندنا الاتحاد الاوروبي والانديه الاوروبيه، كل دوله ماشيه بسيستم معين وبنظام معين، مفيش تأجيلات، مفيش حاجة اسمها ليفربول في مهمة قومية فنقوم نأجل له الماتش بتاعه 10 أيام وأسبوعين. كلنا عارفين
تاريخ البدايه وتاريخ النهايه، فبناء عليه في ضوابط وفي التزامات سواء كان من الجهات الاعلاميه او من القائمين على العمل. الانضباط ده شيء كويس جدا ومطلوب، ومش عارف احنا ليه لحد دلوقتي مش قادرين ننظم بطوله دوري ممتاز بمواعيد محدده، ورغم ان احنا ارتباطاتنا الافريقيه معروفه وارتباطاتنا الدوليه معروفه. تذكير المشاهدين ان الزمالك في المركز الاول ب 29 نقطه، والاهلي في المركز الثاني ب 24 نقطه، المصري المقاصه في المركز الثالث 23 نقطه، والمصري 22 نقطه في المركز الرابع، وسيراميكا في المركز الخامس برصيد 21 نقطه. ده اللي احنا قلناه برضه، ولكن لسه في فروقات في الماتشات، لان في فرق لعبت 13 مباراه. ايوه الزمالك لعب 12 مباراه، والنهارده المباراه ال 13، الاهلي لعب 10 مباريات بس، المقاصه لعبت 14 مباراه، المصري لعب 13 مباراه، وسيراميكا لعبت 14 مباراه. وده برضه احنا بنتكلم في ان في لخبطه في الدوري. وكمان بالنسبه للجونه، الجونه لعبت يوم الخميس وهتلعب تاني بكره، برضه لخبطه في الدوري. هي دي مصر. ايه تاني عندك؟ بس لا، في مصطفى محمد محترفين في الخارج. مصطفى محمد سدد قيمة راتبه مع جلطة سراي لمدة عام. نادي جلطة سراي حصل على مبلغ 8.1 مليون ليرة بفضل طبعا مصطفى محمد. مصطفى محمد لعب مع جلطة سراي 6 مباريات، سجل فيهم 6 أهداف، ووصل جلطة سراي لتصدر الدوري. وبسبب تصدر جلطة سراي للدوري فهم حصلوا على مبلغ 1.125 مليون يورو. مصطفى محمد صناعة مصرية تفرض نفسها على الملاعب الأوروبية. مصطفى محمد واحد من مئات الألوف، نكون مبالغين لو قلنا من الملايين، ملايين المواهب اللي موجودة في مصر، زيه زي محمد صلاح وزي لعيبة كبيرة موجودة في الدوريات الأوروبية. مصطفى محمد يسير بخطى ثابته في احترافه، ان كان في مده وجيزه، في خلال 6 مباريات قدر يسجل 6 اهداف في الدوري التركي. لما انضم لفريق جلطة سراي كان الفريق في المركز الثالث، فازوا 5 مباريات بفضل ربنا، ثم بفضل طبعا مصطفى محمد سجل 6 اهداف وساعد في تسجيل 3 اهداف، نقلهم طبعا من المركز الثالث للمركز الاول. ارجو ان احنا نستفيد من النجاح اللي محققه مصطفى محمد، وما نعملش زي ما حصل قبل كده مع عمرو زكي. عمرو زكي عمل نفس الموضوع، وكانت له بدايه اجمل من كده واروع من كده لما انضم لنادي ويجن من نادي الزمالك، وكان ب1.5 مليون، وكان في شرط في العقد ان عمرو زكي لو قدر يسجل 10 اهداف الزمالك هياخد كمان 0.5 مليون. فعلا عمرو زكي قدر يسجل 10 اهداف، وكان حديث الصحف وحديث الدوري الانجليزي. فين عمرو زكي دلوقتي؟ في ناس قالوا ان هو ما كانش منضبط وملتزم في التدريبات بعد ما حقق الاسم الكبير ده، في ناس قالوا ان الزمالك بالغ في المبلغ اللي طلبه بعد كده، وبعد كده لا الزمالك استفاد ولا اللاعب استفاد، والدوري الانجليزي استمر بعمرو وبغير عمرو. فاحنا بنقول لنادي الزمالك او للانديه المصريه، ده واجبكم تجاه اللاعبين، تجاه ابنائكم، وتجاه الدوله، ان لما تيجي فرصه للاعب انه يحترف، من حقك انك تستثمر، ومن حقك انك تكسب من وراء اللاعب، ولكن دون مبالغه. ده برضو واجبك على وطنك، وواجبك على ابنائك اللي بيلعبوا بين جدرانك. نرجو ان تجربه مصطفى محمد تستمر، وان شاء الله كلنا دعم ليه ولكل اللاعبين المحترفين في اوروبا. بنتمنى لك التوفيق يا كابتن مصطفى ان شاء الله. في عندك اخبار تانية ولا خلاص خلصنا؟ طيب، طبعا زي ما قلنا ان برنامج عالم الرياضه هيتكلم في الرياضه عموما، ومش هيسيب موهبه ولا هيسيب اي شيء يقدر يدعم به الرياضه الا هيتكلم فيه. رحنا لنادي اللعيب في جنوب الجيزة، مركز بدرشين، وصورنا هناك في نادي والأكاديمية اللعيب، ونشوف المواهب هناك وقد إيه الناس دول مجتهدين، وقد إيه عندهم عناصر مهمة،
وهنطلع لفاصل نشوف التقرير من داخل نادي اللعيب، ونرجع نستقبل ضيوفنا هنتكلم عن نادي اللعيب ونتكلم عن المواهب الموجوده في البدرشين، ونعرف الاسماء اللي خرجتها البدرشين واللي متوقع ان شاء الله ان احنا نشوف نجوم في البدرشين في الدوري المصري وفي منتخب مصر. نطلع للتقرير ونرجع تاني. ومعانا الحاج بهجت حماد رئيس مجلس اداره نادي اللعيب. اهلا وسهلا بيك حاج بهجت. اهلا بحضرتك. حضرتك كلمنا عن اليوم النهارده. احنا عملنا مشروع يخدم مدينه البدرشين والقرى اللي هي مجاوره لينا. فطبعا احنا والله ما بصينا، طبعا يعني انا ما بصيتش واحد من الناس كرئيس مجلس اداره وصاحب نادي اللعيب والراعي الرسمي لاكاديميه اللعيب داخل هذا المكان، ما بصيتش والله من الناحيه الماديه ابدا. احنا بصينا لان احنا نرفع بمستوى المكان ده، ونرفع بمستوى البلد دي، ونرفع بمستوى الكره اللي حوالينا. وباذن الله ان شاء الله بعون الله هنشوف من اللعيبه ديت كم. طبعا قال اولياء الامور، وانا بشكرهم جدا 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 على ثقتهم الغاليه فينا على المده اللي حضرتك بتكلمنا عليها ديت الوجيزه. بس باذن الله انا عندي الكباتن دي عندها طموح الناس ولا الاطفال دولت يوصلوا زي ما وصل محمد صلاح وابو تريكه والناس اللي بتلعب اللي هي ليها اسامي كبيره باذن الله. ومعنا احد اولياء امور اللعيبه في نادي اللعيب، عرفنا بنفسك. انا سميك محمد عرفه. كلمنا كده عن نادي اللعيب واشمعنى اخترت نادي اللعيب او اكاديميه نادي اللعيب. بص، هو انا ابني عنده حوالي 8 سنين، فانا كنت بدور على كذا مكان ووديته كذا مكان قبل كده. فالصراحه لاحظت اهتمام نادي اللعيب بالنشأ يعني وكده، فعجبني اهتمامهم وتركيزهم مع الناس، فاخترت المكان ده احسن يعني. يعني تقدر مثلا حضرتك تقول لي ايه اللي يفرق المكان دوت عن الاماكن اللي قبل كده؟ مهاريا انا لاحظت حته المهاره عنده زادت قوي عن الاول، يعني بقى يلمس كره كويس، يلعب كويس، دماغه اتغيرت خالص يعني. ابراهيم جمعه. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم بيك. والد مين؟ احمد ابراهيم. اهلا وسهلا بيك. كلمنا عن نادي اللعيب. والله هو المكان كويس وفيه اهتمام، والمدربين على مستوى محترم. يعني الواحد بيتمنى ان شاء الله ابنه يكون ان شاء الله فيما بعد عارف اودي نادي تاني ان شاء الله، يكون زمالك بقى الاهلي الموجودين باذن الله، يكون يعني دي بدايه ان شاء الله كويسه ليه. صابر سعد ابو سلامه، والد الطفل اسر صابر سعد. نادي اللعيب من افضل الاكاديميات اللي شفتها والله بصراحه، موجود فيها انضباط التزام، الناس اللي قايمين بيها هنا على بصراحه مسؤولين مسؤوليه تامه عن الاولاد، من حيث الالتزام، من حيث النظافه، كل حاجه ماشيه بشكل كويس بصراحه هنا. انا زي ما قلت لحضرتك ان هم هنا عندهم انضباط، عندهم التزام، متابعه اول باول، وده سر تمسكي بان انا اكون ابني موجود هنا الحمد لله يعني وسطيهم، وما بقلقش عليه من اي حاجه. هشام ابراهيم حسن، والد الطفل ابراهيم هشام. بيلعب فين؟ هنا في نادي اللعيب. اهلا وسهلا معاك. اهلا وسهلا بيك. كلمنا عن نادي اللعيب. والله نادي اللعيب هو النادي اللي انا شايفه في البدرشين النادي الوحيد اللي يعتبر فيه بعض الالعاب، او بمعنى اصح لا من بعض الالعاب، واخد بالك، اللي هو الالعاب شامله، ولكن النادي هنا في رقابه، في نظافه، في اهتمام، في رعايه، في طبعا الكابتن احمد والكابتن بهجت والناس طبعا القائمين على الاعمال هنا ناس محترمه جدا طبعا وعلى خلق اول حاجه. تاني حاجه احنا ان شاء الله نتوسم في اولادنا اللي موجودين ورا حضرتك، يا ريت الكاميرا تجيبهم، ان دول ان شاء الله باذن الله يطلع منهم محمد صلاح تاني، وممكن نلاقي حد احسن من محمد صلاح في اماكن ان شاء الله كويسه جدا. وان شاء الله احنا عايزين من حضرتك ومن اسره البرنامج يا ريت نشوف يعني مثلا حضرتك توصل النادي لمكانه كبيره، بحيث ان احنا عايزين الفرق اللي بره اللي داخل مصر، يعني مش بره مصر، فرق داخل مصر هي اللي تيجي نادي اللعيب وتختار ان هي تلاعب الاطفال او اولادنا هنا. ويبقى في طبعا لما يبقى في ممارسه او مثلا لما بيبقى في تنافس هو ده اللي بيطلع الايه اللاعب الكويس. ونتمنى طبعا لاولادنا ونادي اللعيب دايما الازدهار والتفوق. والد ادم ايمن سعد شوير. تلعب في مين؟ في نادي اللعيب. والد اللاعب محمد حسين مصطفى بيلعب في اكاديميه نادي اللعيب. النادي بصراحه مستواه كويس وامكانياته احسن ونضيف وكده، وهم الولاد اصلا بيحبوه، فحبينا ان احنا ننضم ليهم يعني.
بغض النظر ان محمد اصلا بيحب لعبه الكوره جدا ومرتبط بيها، ان النادي راقي وكويس ومعامله كابتن احمد كويسه جدا مع الاطفال، بيعتبرهم بصراحه اخواته الصغيرين يعني. ان شاء الله زي محمد صلاح. اشمعنى محمد صلاح؟ والله الناس كلها يعني نفسها توصل للمرتبه اللي هو وصل ليها محمد صلاح في ادبه واخلاقه، خلى شكل مصر بصراحه بره كويس زي محمد صلاح. كل الشعب نفسه ابنه يبقى زي محمد صلاح عشان يعمل غير كده يعني. والله يوم ربنا يوفقهم، هم يعني ناس مجتهده ويعني بصراحه بتبذل مجهود جامد ان هم يهتموا بالولاد ويظبطوا الدنيا ويوصلوهم لمراتب اعلى يعني. بصراحه هو النادي بصراحه راقي وفي تقدم، والكابتن احمد على طول مستمر معاهم في ان هم يتقدموا، دوري كل شهر بيلعبهم وميداليات بيسلمهم، وفي اهتمام، عامل جروب على النت بنتابعه كلنا مع بعضينا، وفي مشاكل الاطفال بنقولها فيها اي حاجه. بصراحه ربنا يجازي خير يعني كابتن احمد. انا محمد سمير، محمد سمير مشهور بروماريو. والله هو نادي متميز جدا والحمد لله يعني، كابتن احمد مصلح وكابتن بهجت متميزين وعاملين جروب للاولاد ومتابعينهم وعاملين لهم هنا عيد ميلاد ومهتمين بيهم صراحه يعني. كلمه توجهها لاداره النادي؟ والله هم كويسين جدا وما شاء الله عليهم، دايما متميزين في كل حاجه ومتميزين مع الاولاد ومتابعينا دايما وكده يعني. انا مامت عيد محمد عيد الشهير بيوسف عيد. بيلعب في نادي اللعيب، وبصراحه نادي مميز في كل شيء. الحاجه الوحيده اللي جابتني هنا اللي هي اللي بيلعب عليها الاستاذ كابتن احمد مصلحي والكابتن احمد باجت، اللياقه البدنيه اول حاجه، والاهتمام باللعيبه، متابعه ليهم، وكمان ان انا سمعت اللي هم كانوا بيسوقوا اللعيبه هنا، وكل حاجه كل حاجه هنا بصراحه متميزه. ان انا بشكرهم جدا جدا على الاهتمام بالاولاد والاهتمام بكل حاجه ليهم، متابعين يعني المتابعه في كل شيء. انا والده محمد مصطفى محمد ومحمود مصطفى محمد، عشان هو نادي مميز صراحه وشكله حلو جدا، والكابتن هنا ممتاز في كل حاجه والاداره هنا كويسه جدا. انا سمير عبد المحسن ابو درقه من البدرشين، جد اللاعب روماريو محمد سمير ابو درقه. اشكر كابتن احمد مصلحي احمد باجت والكابتن احمد مصلحي. انا اسمي محمود حامد، والد الطفل عمر محمود. طبعا احنا اخترنا نادي اللعيب علشان متميز طبعا عن بقيه النوادي الثانيه بافكاره والانشطه بتاعته، وهم بيجتهدوا طبعا ان هم يكونوا كويسين مع الرياضيين اللي هنا بالافكار بتاعتهم، ودايما في جوائز وافكار حلوه جدا، واحنا اخترنا نادي اللعيب طبعا عشان هو متميز عن بقيه النوادي الثانيه. رجعنا لكم بعد الفاصل وشفنا التقرير من داخل نادي اللعيب، وشفنا آراء أولياء الأمور في اختيارهم نادي اللعيب، نادي اللعيب اللي تم إنشاؤه خصيصا لخدمة جنوب الجيزة وتحديدا مركز ومدينة البدرشين وأهالي البدرشين والقرى التابعة ليه. معانا اثنين من الكوادر الشبابية القائمين على على نادي اللعيب. معانا الكابتن أحمد بهجت مدير نادي اللعيب. كابتن أحمد أهلا وسهلا بيك. والكابتن احمد مصلحي مدرب اكاديميه نادي اللعيب لكره القدم. كابتن احمد اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك، شرفتونا في برنامج عالم الرياضه. بدايه كابتن احمد، بما انك مدير نادي اللعيب، كلمنا عن فكره انشاء نادي اللعيب، جت ازاي؟ هو مش حكايه فكره، هو كان حلم بصراحه، هو كان حلم من صغري ان احنا يكون عندنا حاجه زي كده، او حاجه ان هي تكون في البدرشين تخدم مدينه البدرشين كلها. فالموضوع جه تدريجا يعني، هو جه تدريجا ان احنا عايزين نعمل حاجه، ففكرنا ان احنا خلاص انا بحكس ان هي ده شغلي وده مجالي، فقلنا ان احنا نعمل نادي خاص يكون فيه جميع كل الانشطه الرياضيه، مش شرط كره القدم بس، لا عندنا جميع الانشطه الرياضيه. فركزنا اكتر ان احنا نعمل حاجه على مستوى كويس، تعمل حاجه تساعد البدرشين، تساعد الكره اللي حواليها. قدرنا نعمل حاجه على مستوى يليق بالمواهب اللي عندنا، يليق باولياء الامور. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا ننفذ النادي في وقت، واخدنا وقت شويه بس الحمد لله ان هو خلص. ان الموضوع مش سهل يعني، الموضوع متعب جدا، بس الحمد لله ان قدرنا ان احنا نعمل حاجه كويسه تطلعوا للنور يعني. الحمد لله بالظبط كده. في البدايه اهلا بيكم في عالم الرياضه، وعايز اعرف بقى تاريخ انشاء النادي. تاريخ انشاء النادي 30/10/2020، ده كان في وقت
قصير جدا. جدا. يعني هو ده كان تاريخ انشاء النادي. طيب ايه النشاطات اللي بتقوم بيها تاني غير كره القدم؟ احنا عندنا كره قدم بنين وكره قدم بنات، عندنا كاراتيه، ملاكمه، كونغ فو، جمباز، ام ام اي. عندنا الحمد لله قدرنا ان احنا نجمع جميع الانشطه الرياضيه، ومش بس ده، يعني احنا برده ما شفناش الجانب الرياضي بس، لا احنا عملنا برده حاجه عائليه. يعني احنا عندنا كافيه وعندنا مطعم وعندنا العاب ترفيهيه، اللي هو بحيث ان ولي الامر او العائلات برده نفس الكلام تكون موجوده، يكون ليها دور معانا. يعني مش شرط الولد يبقى بيلعب كوره، لا، عندنا كافيهات بره ان انت تقدر تقعد فيها، عندنا مطعم لو في كل الوجبات، عندنا كل حاجه. برضو قدرنا ان احنا بنعمل فيه اعياد ميلاد، نعمل فيه خطوبات، نعمل فيه الحفلات، حفلات تخرج. اشتغلنا على الكلام ده في الفتره القصيره دي. كمان بنعمل اللي هو اليوم الترفيه الرياضي للاطفال اللي هو بتاع حضانه، يعني اشتغلنا مع جميع الحضانات الحمد لله اللي عندنا في المدينه ان احنا بننفذ لهم اليوم الرياضي، والحمد لله كان بيطلع حاجه على اعلى مستوى. الحمد لله قدرنا ان احنا بننفذ معاهم شغل، وبنقدر ان احنا بنتعاقد مع حضانات بتشتغل معانا مش مره وخلاص، لا، ده بالعكس، ده مستمرين معانا لفتره طويله. الحمد لله ربنا كريم، يعني احنا ماشيين على خطى، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في الجاي ان شاء الله. بما ان احمد مصطلحي اتفضل، صعوبات اكيد اكيد مريتوا بصعوبات طبعا. ايه هي؟ احنا بدانا الاكاديميه تقريبا يعني زي ما بنقول كده من الصفر، طلعنا خطوه خطوه، اجتهدنا، تعبنا، كنا في نادي خاص او في مكان خاص، فكرنا في فكره ان احنا يبقى لينا مكان خاص بينا احنا، خاص بتاعنا احنا. طبعا كان في صعوبات كبيره جدا في المكان، ان انت مثلا لما تحب تيجي تشتغل مفيش اريحيه، بيبقى الموضوع صعب، بتتعامل مع اكتر من حد، كل حد ليه دماغ وليه عقليه معينه بيتعامل بيها، فاحنا كان ده الموضوع صعب بالنسبه لنا جدا. فبفضل الله قدرنا ان احنا نوصل لمكانه كويسه جدا بالاكاديميه، خدنا خطوه بالمكان. كانت فكره كويسه جدا ان احنا يبقى لنا مكان خاص بينا، قدرنا نشتغل على ده ونجحنا فيه بفضل الله. دلوقتي الحمد لله رب العالمين، المكان يعني حاجه محترمه جدا، حاجه مشرفه جدا، حاجه كل اهالي البدرشين مبسوطه جدا بالمكان. اكاديميتنا بفضل الله دلوقتي في مكان تاني، مكان تاني خالص، وان شاء الله لسه مستمرين وهنجتهد ونتعب لحد ما نوصل لحته تاني خالص بالاكاديميه، لان مجالنا متعب شويه، محتاج ان احنا نجتهد ونتعب اكتر. فبامر الله اللي جاي نوعد كل اولياء الامور ان اللي جاي افضل بكتير من اللي فات بامر الله، وهنتخطى كل الصعوبات اللي جايه زي ما تخطينا اللي فات. طبعا كان نفسي اقول يعني ايه الانجازات اللي انتوا حققتوها، الا انكم بتقولوا لسه من شهر 10 لدلوقتي يعني حوالي 4-5 شهور، يعني هل في انجازات حققتوها ولا؟ المده بسيطه جدا، بس انا ممكن اقول لك على تفاصيل بسيطه جدا. احنا النادي لسه من فتره قريبه جدا، بس بفضل الله احنا قدرنا نطلع اجيال، احنا في جيل كامل طالع من تحت ايدينا واحنا لسه في سن صغير جدا، والجيل ده في منه لعيبه كتيره في انديه مواليد 2004 و2005، ممكن تكون مش انديه كبيره، بس الحمد لله رب العالمين وصلوا الانديه ويقدروا لو اجتهدوا وتعبوا شويه ان هم يوصلوا، كلهم لعيبه كويسه جدا، تعبنا معاهم وقدرنا ان احنا نطلع جيل محترم جدا جدا بفضل الله بشهاده كل الناس، تمام. وعندنا لسه اجيال كويسه جدا جدا هنطلعها. عندنا ولد كان يعني بفضل الله كان الحظ كويس ليه، كان اسمه ادم، ووديناه اختبارات النادي الاهلي ونجح في جميع الاختبارات، ومشكله بسيطه بس قد كده هي اللي خرجته بره النادي الاهلي، بس هو ولد لعيب كويس. وعندنا بقى من المواهب دي كتير جدا الحمد لله رب العالمين، بفضل الله احنا قدرنا ان احنا نعمل حاجه كويسه جدا في فتره قليله جدا جدا، وهنستمر وهنكمل، وباذن الله يعني الفتره اللي جايه عندنا مواهب كتير قوي هتطلع وهتبقى في حته تانيه خالص ان شاء الله. كابتن احمد بهجت، الطموح اللي عايزين تحققوه؟ والله الطموح اللي احنا عايزين نحققه كأحمد يعني أنا كفي النادي، أنا نفسي أن أنا أكبر النادي أكتر من كده بإذن الله، في كذا خطوة إن شاء الله الفترة الجاية يعني مستمر أن أنا أعملها بإذن الله. يعني أنا بستمر أن أنا أطور النادي أكتر بحيث أن أنا أكون عامل جيم على أعلى مستوى، أكون برضو موسع في النادي أكتر من كده بإذن الله. أسجل زي ما قلت لحضرتك أن احنا بنسجل إن شاء الله اسم النادي وهنشترك به بإذن الله في الدوري، وهنشتغل بيه على الاكاديميات اكتر، وهنشتغل بيه في البراعم. الموضوع ده باذن الله الفتره الجايه هيكون موجود،
بس هو الموضوع كله بياخد وقت بالظبط، ان زي ما قلت لك ان احنا لسه فاتحين من فتره قريبه، فالحمد لله الطريقه اللي احنا ماشيين فيها ده بفضل ربنا، هو انجاز احنا بنعمله زي ما كنا شغالين قبل كده. زي ما قلت لحضرتك احنا سوقنا عدد كبير جدا من اللعيبه، بنقدر ان شاء الله الفتره الجايه هنكون عندنا اكبر شركه تسويق باذن الله للاعبين، وهنقدر باذن الله نشتغل عليها الفتره الجايه باذن الله ربنا يكرمنا. زي ما احنا شايفين على الشاشه شايفين شغلكم والفنيات والتدريب اللي بتمارسوه مع الاولاد شيء كويس جدا، حاصلين على شهادات او على دورات تدريبيه ولا انتوا لسه بتمارسوا اللعبه ولا ايه؟ لا احنا لسه بنمارس كره القدم، لسه لعيبه كوره، بنجتهد وبنتعب في الحته دي، يعني بنتعلم بناخد من كباتننا الكبيره اللي موجوده في البدرشين. حضرتك لسه بتلعب بتمارس كره القدم؟ بتلعب في نادي ايه؟ انا بلعب حاليا في البدرشين، نادي البدرشين ده قسم ثالث. قسم ثالث بنحاول نتعلم. بص المجال الكره والمجال التدريبي عموما هو ان انت بتتعلم طبعا بزائد الشهادات والكورسات اللي انت بتبدا تاخدها فيما بعد، بس احنا اتعلمنا اتفرجنا مش عيب، دخلنا وشفنا وتعلمنا وحاولنا نشوف التدريب ده بيتعمل ازاي، الفكره دي جت منين، طب ده بناء على ايه، طب ده على اساس ايه، وبدانا نشتغل عليها بفضل الله، وقدرنا بفضل الله ان احنا نوصل ان احنا نحط اسمنا ونفسنا في وسط ناس تقيله جدا في المجال، وقدرنا بفضل الله ان احنا نعمل حاجه مختلفه للعيبه والاولياء الامور، حتى المجال التدريبي نفسه الشغل التدريبي نفسه بقى شغل مختلف، ولي الامر بقى بيجي يبص لا في حاجه مختلفه، في اساسيات، في حاجات بنبدا نمشي عليها خطوه خطوه، فبالتالي بنوصل للمرحله ان ولي الامر بيثق فينا جدا ان هو يجيب ابنه، وعارف ان هو هيوصل ابنه هيوصل لحته تاني خالص في المجال ده. بنعلم من اول من سن 4 سنين، فانت بتتعامل تقريبا مع طفل هو تقريبا يعني كل اللي جاي ان هو يجري ويشوط الكوره، ده كل اللي في دماغه، فانت بتبدا تعلمه خطوه خطوه واحده واحده. ده طبعا باجتهادنا، باجتهاد الكابتن احمد وباجتهادي، بنتعب بنشتغل بنتعامل مع الاولاد بطريقه معينه وخاصه عشان نقدر بعد كده الولد يقدر يستوعبنا. في الكنترول بيقولوا لي ان هم مجهزين لك فيديوهات ليك انت وانت لاعب، جايبين لك هدفين هنعرضهم على الشاشه واحنا بنتكلم دلوقتي. انت طبعا سمعنا ان انت لعيب كويس، حتى قبل التصوير انت كنت بتسال الكابتن احمد بتقول له انا ولا محمد صلاح؟ طبعا محمد صلاح. ليه بقى محمد صلاح؟ لا هو زي ما قلت لحضرتك الموضوع محتاج مجهود، محتاج ان انت تكافح عليه، فطبعا محمد صلاح ما وصلش. طيب احنا بنتكلم مهاريا مهاريا، انت شايف الكابتن احمد ولا كابتن محمد صلاح بصراحه؟ لا بحكم ان هو صاحبي. لا صعبه دي قوي. طيب احنا معانا الاهداف اهيت على الشاشه، كان في بطوله حضرتك كلمنا على البطوله اللي انت شاركت فيها دي والاهداف اللي سجلتها دي. بطوله هنا كانت معموله هنا في مدينه الانتاج الاعلامي، البطوله دي كان بيشارك فيها كل القنوات، قناه سبورت والنهار ودي ام سي، كل القنوات تقريبا كانت بتشارك في القناه. انت كنت مشارك معانا قناه فيهم؟ سبورت. ماشي. كنت مشارك معاها وقدرنا ان احنا نوصل قبل النهائي وخرجنا من قبل النهائي بضربات الترجيح، بس عملنا ده الهدف انت سجلته ده. عملنا بطوله محترمه، عملنا بطوله كويسه. كان شرف ليا ان انا اكون متواجد هنا، وكان معايا مجموعه من اللاعبين كويسين جدا في الدوره دي. ده الهدف الثاني عوض يعني. انت اشول ولا ايمن يا كابتن؟ انت ايمن اهو. الحمد لله. بتلعب ليه؟ الحمد لله. طب احنا كده من خلال برنامجنا ممكن نسوقك كده وتروح نادي ايه؟ لا ما شاء الله عليك لمستك كويسه في الكوره، فعلا تستحق ان احنا نكرمك بمحمد صلاح مهاريا. لا مهاريا مهاريا مصر يعني، ما محمد صلاح ما تخطاش الحدود برضه، في ناس احرف منه كتير الا انهم ما خدوش فرصتهم. صح ولا انا غلطان؟ احنا عندنا حتى في الاطفال الصغيره، اقسم بالله عندنا في الاطفال الصغيره مواهب تستحق فعلا الاشاده، تستحق فعلا ان انت تبص عليها. انا عندي مجموعه في الاكاديميه الناس مسمينها مجموعه العفاريت. والله لعبنا اكاديميات كتير جدا ما بيتهزموش الحمد لله، كل ما بنروح نلعب اي اكاديميه باللعبة لا الناس بتبقى واقفه بس بتستمتع عليهم، بيطلبوهم ان انا عندي اكاديميات بيطلبوهم يقول لك احنا عايزين نلعب الفرقه دي، نلعب العفاريت. العفاريت هي فرقه هم بتاع 6 لعيبه بس، احنا هم جولنا هم عندهم تقريبا بتاع 7 سنين لحد دلوقتي، عدلهم بتاع 3 سنين مع بعض، فخلاص احنا دخلناهم في جو بالزبط. ان انتوا فريق واحد، ما ينفعش ان حد يخش عليكم. طيب مؤسسه كابتن احمد، بما انك مسؤول عن اكاديميه اللعيبه كره القدم، انت شايف ان في
بشاير وفي مواهب مبشره نقدر نطلعها من نادي من مدينه البدرشين، وخصوصا ان البدرشين ولاده ومطلع لنا نجوم ونجوم منتخب قبل كده. على سبيل المثال هسيب لك انت بقى ذكر اسماء اللعيبه اللي خرجتهم من مدينه البدرشين. عندنا ناس كتير، عندنا طبعا الكابتن حسام زينهم على راس المجموعه، عندنا الكابتن يحيى ابو الحيشه، عندنا كابتن محمد ابو الحيشه، عندنا اسلام سوسه دلوقتي بيلعب في بتروجيت 97، عندنا مصطفى سماره طبعا بيلعب ممتاز بيه برده في سلسل ليان. لا عندنا مجموعه مواهب رهيبه، واشرف الحليم طبعا، وحاليا ايمن حفني، وايمن حفني طبعا ده لا غبار عليه يعني، ده ما فيش كلام عليه طبعا. فاحنا لا الحمد لله رب العالمين. لحقت ايمن حفني؟ اه لحقت، ويعني كنت ناشئ، كنت صغنون كده وطلعت اتصعدت سنه. لا حاجه تاني يعني، حقيقي يعني على راي الكباتن الكبار ربع ساعه كان ايمن حفني كفيل يخلص. لا انت قبل الاستوديو كنت بتقول لنا على كم موقف كده للكابتن ايمن حفني، احكي لنا عنه. يعني هو كان عندنا كابتن عبد التواب ابو الحيشه، وعندنا كابتن صلاح حماد الله يرحمه، ومدربين ده اداري ومدرب. كانوا بياخدوا الفيسبا ويروحوا يجيبوا الكابتن ايمن حفني من البيت عشان يلعب بس ربع ساعه، وفعلا كان بينزل ربع ساعه وثلث ساعه يخلص الماتش في البدرشين فعلا كده. روحوا تاني بقى هو كده كده بيروح بس. يعني لا بجد لعيب كبير، لعيب فرق كتير. هو كل الفكره بس ان هو ممكن يكون ما بيحبش التدريب، ممكن يكون زي اي لعيب مهاري في الدنيا. كل اي لعيب مهاري في الدنيا ما بيحبش التدريب. وكان وليد صلاح الدين برضه في الاهلي كده. وكمان سبحان الله يعني ايمن حفني من زمان وعنده كاريزما مش طبيعيه. يعني كان الناس كلها بتحبه جدا. يعني انا كنت اعرف، كنت لما اروح مثلا اتفرج على ماتش او حاجه ليه، والله كان الناس بيشيلوه يلفوا بيه الملعب بعد الماتش. من درجه الكاريزما الناس بتحبه جدا. هو محبوب هو فعلا لحد دلوقتي. هو بسم الله ما شاء الله محبوب جدا، وبسم الله ما شاء الله عنده كاريزما حتى في كره القدم، مهاري جدا جدا ان شاء الله. يعني عليه ربنا يكرمه ان شاء الله في الجاي. عندنا ايمن حفني تاني. خلينا في ايمن نفسه. هل تتذكر موقف ليه تاني يعني نقدر بما اننا اهل منطقته طبعا عايزين مش هنلاقي احسن مننا نتكلم عنه طبعا. لا بس ربنا يشفي بنته يا اللهم ربنا يشفيها باذن الله ويحفيها. ايمن لعيب كبير ما نقدرش نقول عليه اي حاجه طبعا. انا سمعت ان كان ايمن يعني بيحب يلعب حافي من غير اي حد. عموما لو سالت الكابتن احمد دلوقتي قلت له الكابتن احمد مصلحي مثلا كان بيلعب ازاي الاول، هيقول لك انا ما كانش اي حد. احنا كنا بنلعب في المدارس في الشارع، عموما في اي لعيب كوره. كابتن ايمن حفني بص كل الكباتن الكبار لو سالت اي كابتن كبير جبته، لو سالت كابتن ابو تريكه قلت له زمان انت كنت تلعب خطيب نفسي ولا خطيب ولا كنت بلعب. دي حقيقي. ابو تريكه تقريبا يعني انا سمعت القصه دي ويا رب تكون صح، ان هم جابوا له جزمه. هو ما كانش عايز يروح النادي عشان ما عندوش جزمه. ده مين؟ ابو تريكه. جابوا له جزمه. لا هي قصص الكفاح موجوده. وطبعا اللعيبه قبل النجوميه شيء وبعد النجوميه شيء ثاني. والجميل اللاعب اللي هو ما ينساش اصله وما ينساش اهله. وعندنا نماذج كتير بالشكل ده. عوده لنادي اللعيب ثاني، حضرتك بتقول ان عندكم العاب ثانيه غير كرة القدم، اهمها ايه؟ اهمها الكاراتيه. عندنا كاراتيه، عندنا جمباز، عندنا كونغ فو، عندنا ملاكمه، عندنا باركور، عندنا ام ام اي. الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر جميع الالعاب، مش بس عندنا فيتنس، عندنا مثلا الجمباز. ايه الجمباز، وعندنا الجمباز طبعا. وكمان احنا دلوقتي شغالين على حته اكاديميه البنات زي ما قلت لحضرتك، من كره القدم للبنات، منها ككارديو كتخسيس، ومنها برضو كبنات بتحب كره القدم. فالموضوع دوت هو مش متوفر في مصر كتير، او مش واخد الشهره الكافيه زي كره القدم الولاد. فاحنا قدرنا ان احنا ان شاء الله بننفذه، وقدرنا ان احنا باذن الله هنعمل فرقه بنات كويسه ان شاء الله. ده اللي احنا شغالين عليه. برضو قدرنا ان احنا في مثلا ولي امر بيجي يقول لك انا مثلا بنتي او ابني عايزين نخسسه، يعني جسمه زايد او الكلام ده، بنشتغل معاه، بنبدا معاه من تحت خالص. نقدر ان احنا بنعمل له نظام غذائي بيمشي عليه، بيقدر ان احنا نعمل له تمارين تساعده على الطريقه اللي هو يخس بيها في اقرب وقت. والحمد لله شغالين على الموضوع ده من دلوقتي، ومعانا عدد كويس يعني الحمد لله بيشتغل. ربنا يبارك في العدد اللي موجود. وبالنسبه للالعاب معانا تقرير عن الجمباز اللي موجود عندكم في نادي اللعيب تحت قياده الدكتور سامح المصري. بنستغل الفرصه وبنبارك للدكتور سامح، مليون مبروك يا دكتور سامح على حصولك على الدكتوراه في الجمباز. نروح نشوف تقرير ونشوف الكابتن سامح او الدكتور سامح قال ايه ونرجع تاني.
دكتور سامح محمد المصري، مدير اكاديميه مصر الرياضيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. عرفنا عن الاكاديميه. الاكاديميه بتقدم جمباز، انا مدرب جمباز، والاكاديميه بتقدم جمباز وتايكوندو وكاراتيه. فيها بقى الانشطه طبعا، الجمباز عندنا هنا ابطال الجمهوريه، عندنا في التايكوندو ابطال احزمه، وعندنا ابطال في الكاراتيه، ابطال الجمهوريه في الكاراتيه. وعندنا هنا الكابتن محمود عبد العزيز اللي هو ماسك نشاط التايكوندو، ده لعيب اصلا كان بيمرن في الاردن قبل كده، ولعيب مشهور جدا يعني، مدرب معروف جدا في التايكوندو، وحد ما شاء الله يعني. عندنا اللعيبه بتاعه التايكوندو ممتازين جدا، وان شاء الله مستواهم بيعلى، وان شاء الله بيشاركوا في بطولات وممتازين. وكابتن محمود ربيع مسؤول عن نشاط الكاراتيه، وبقى له فتره كبيره معانا، وما شاء الله عندنا لعيبه متميزين جدا في الكاراتيه، ولسه داخلين بطوله من حوالي 4 ايام، وفي اللعيبه حبيبه عزت كانت حققت مركز ثالث على مستوى الجمهوريه. البراء سامح محمد المصري. اهلا وسهلا. بتلعب ايه؟ جمباز. اشتركت في بطولات قبل كده؟ ايوه. بطولات ايه؟ بطولات جمهورية وقاهرة. الأولى كانت قاهرة وبعدين جمهورية وبعدين قاهرة جمهورية وبعدين قاهرة تحت. أيوة. كان تحت 7 و8 و9. طيب المراكز اللي حققتها ايه بقى؟ الأول كله. كلهم في الأول؟ بسم الله ما شاء الله. علشان بابا ولا بيدربك؟ أيوة. اسمي مروان احمد نجدي احمد ياسين احمد عبد الله عبد الحكيم محمد ابو المكارم. ميداليه ذهب. ميداليه ذهب خدتها في ايه؟ في بطوله الجمباز تحت 7 سنين. ايه الميداليه الذهب دي؟ انا واخدها في بطوله الجمباز. دخلت بطوله الجمباز خدت مركز اول؟ ايوه. كابتن تامر عبد المجيد، ما دام مش عارف 3 يعني ايه بالايطالي فخليك عد بالعربي احسن. ماشي يا كابتن تامر. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وشفنا التقرير وشفنا الدكتور سامح والانجازات اللي عاملها في اكاديميه المصري داخل نادي اللعيب، وشفنا قد ايه ان هم في فتره وجيزه قدروا يحصلوا على ميداليات ذهبيه. بنرحب مجددا بالساده الضيوف. اهلا وسهلا بيكم يا كباتن. المكالمه جاهزه معانا يا جماعه. طيب يؤسفنا طبعا في الفتره الاخيره ظهور احد لاعبي الدوري القسم الثاني، هو مش القسم الثاني بس الحقيقه، ولا في كل الاقسام، دوري ممتاز ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه كمان، هداف موجود برصيد 288 هدف، عمره 43 سنه، لا يزال يلعب، مر طبعا بظروف اجتماعيه صعبه، والان هو طبعا بنأسف ان احنا بنقول ان هو بيبات في المساجد او في المحلات عند احد اصدقائه. لما المكالمه يا جماعه تكون جاهزه معانا قولوا لي. المكالمه جاهزه يا كابتن تامر؟ طيب من هنا لحد ما ترجع للمكالمه تاني. كابتن احمد بهجت، شفنا طبعا قدرتوا في فتره وجيزه جدا تكسبوا ثقه اولياء الامور واللعيبه، وما شاء الله العدد ربنا يبارك فيه عندكم هناك، ازاي فعلا قدرتوا تكسبوا الثقه دي في المده الصغيره دي؟ والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الثقه دي بشغلنا بتعبنا بمجهودنا مع الاولاد بالادوات اللي عندنا، الحمد لله بنقدر ان احنا ما بنبخلش عليهم بحاجه، اذا كان من تدريب اذا كان من وقت اذا كان من ادوات، الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر لهم احدث ادوات التمرين، واللعيبه كمان بصراحه بتساعدنا على ده، ولي الامر بره بيبقى قاعد شايف ابنه بيوصل لايه، بيتطور ازاي، في اهميه من الكابتن اللي معاه ولا لا، طب الكابتن بيعمل له ايه، ولي الامر دلوقتي الحمد لله بقى مثقف عن الاول بصراحه بكتير. ودي حاجة يعني احنا كباتن مبسوطين منها جدا. طبعا مبسوطين منها جدا، بقى بيساعدنا في الكلام ده، يعني مثلا بيبقى فاهم ازاي يتمرن، ممكن ولي امر كمان بيجيب ابنه يمرنه لوحده يزود في التمرين الوقت. عفوا كابتن احمد لمقاطعة حديثك حبيب. نظرا لضيق الوقت معانا الكابتن محمد داوود لاعب نادي الاتحاد السكندري السابق. كابتن محمد اهلا وسهلا بيك.
كابتن محمد اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. مع حضرتك برنامج عالم الرياضه الاعلامي مجدي فرج. اهلا وسهلا شرفتونا الله يكرمك. كابتن محمد كلمنا عن مشكلتك في عجاله كده. والله انا محمد داوود هداف مصر التاريخي 288 هدف. عندي مشاكل اسريه كبيره. عودة بيا اللي انا دلوقتي بقى نفس الحل والله بتاع واحد صاحبي بتاع بلاي ستيشن. طبعا دون الدخول في التفاصيل عن المشاكل الاسريه اللي حضرتك وقعت فيها، ولكن بنقول حضرتك لسه بتلعب في نادي دلوقتي ولا بطلت؟ انا بلعب في نادي ستيا وهداف الفرقه في الدرجه الرابعه كمان. انا عندي 43 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، عندك 43 سنه وهداف الفرقه دلوقتي؟ الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب حضرتك هل نشدت حد من المسؤولين من وزاره الشباب والرياضه من اتحاد الكوره مثلا؟ والله الموضوع بقاله يومين ثلاثه مصار، بقاله بتاع اسبوعين ثلاثه اهو مصار. ففي ناس بتتكلم ان شاء الله هنعمل بس مفيش حد يكلمني دلوقتي. انا بس امبارح مناشده كان كابتن مجدي عبد الغني هو اللي اتكلم بصراحه، فقال لك هنقابل محمد داوود قريب وكده. وانا برضو في ناس عاوز اشكرهم يعني، برضو النادي الاولمبي برضو باشمهندس طارق السيد وكابتن احمد شعبان وكابتن جيمر، الناس واقفين معايا في حدود امكانيات النادي. حدود امكانيات النادي. سياده الرئيس محمد بن سلحي برضو رئيس نادي الاتحاد الراجل المحترم اللي بكن له كل احترام، الحاج اسلام الصياد نادي المجد، بس في حدود امكانيات الناس هي بتقول. انا مطالبي كلها، انا نفسي اعمل اكاديميه، عاوز مكان انام فيه بس. لا مطالبك انت بس انك انت عايز تعمل مشروع تكسب من وراه. انا عاوز اعمل مشروع كده يقعد معايا، عاوز اعمل اكاديميه، عاوز مكان انام فيه كده يعني. وتوفير مسكن مثلا او شقه او حاجه زي كده. توفير مسكن طيب من خلال برنامجنا طبعا بنوصل صوتك للمسؤولين سواء كان اتحاد الكوره او وزاره الشباب والرياضه، بنقول يا جماعه دول ولادكم. وطبعا الناس واخده فكره عن لعيبه كره القدم ان هم كلهم بيقبضوا بالملايين وبملايين الدولارات وملايين اليوروهات. ففي امثله قدامنا اهوت الكابتن محمد داوود بيعاني من ظروف اجتماعيه اضافه لان مستقبله بقى على كف عفريت. مش المفروض يبقى في مكافئات للعيبه الهدافين مثلا؟ كابتن محمد معانا؟ طيب نشكرك كابتن محمد داوود، ان شاء الله صوتك يوصل. استاذه ايه انت بتقولي ان مثلا اللي بيجيب اهداف كتير مثلا في بطوله او في اتحاد بيكون له المفروض يبقى ليه مكافاه ماليه. هو الافضل ان احنا نبدا نشتغل في النقطه دي او في الحته دي من ان احنا نعمل مثلا معاشات للعيبه اللي في الدرجات اللي تحت، تمام، وتبقى مخصصه من وزاره الشباب والرياضه او من اتحاد الكوره. نبص عليهم الاول وبعدين نبقى نعمل لهم بالظبط كده. ما هو احنا في لعيبه تحت تستاهل كتير بصراحه. انت بصي انت عندك مشكله دلوقتي في موضوع خلينا نقول الوكلاء او السماسره، عندك مشكله جامده، ما عندكيش حد بيجي من النادي نفسه، لازم وكيل اللي يوصل للنادي، ودي ازمه كبيره جدا في كره القدم. انا لو بيجي مدرب من النادي نفسه يبص على لعيبه هيجيب الموهبه. طيب كابتن احمد انا بتكلم في جزئيه ان اتحاد الكوره فين من اولاده وفين من ابنائه، سواء كان اللعيبه الكبار اللي هي خلاص بدا السن يضغى عليهم، وفين هو من المسابقات للناشئين والاعمار الصغيره دي من تجهيزهم. مصر مليانه بملايين النجوم سواء كان صغار او كبار، ودينا شفنا لما بناخد فرصتنا بره بنكسر الدنيا وبنبقى على رؤوس. انت لغيت قد ايه من الاعمار؟ لغيت 97 95 96 94. ما هو ده اللي بنتكلم فيه. احنا عندنا خامات كويسه جدا. فينك فين اتحاد الكوره من الخطه ان فعلا ازاي يحط الولاد دول ويبدا نحترف بره ونحترف بدري؟ لازم يكون فيه الكلام ده الفتره الجايه. لازم ان وزاره الشباب والرياضه تبص على الناشئين. احنا عندنا مليون واحد زي محمد صلاح. افتحوا لنا الخطوط يا جماعه، افتحوا لنا الخطوط لاي حد عايز يعمل مداخله ويشاركنا الحوار. طبعا عندنا مليون واحد زي مصطفى محمد، وعندنا اكتر من واحد زي تريزيجيه، ليه ما نبصش على المواهب دي تحت؟ عندنا في القسم الرابع والقسم الثالث لعيبه فعلا تكسر الدنيا، ودول مش هيبانوا الا اذا كان في مباريات بالزبط. والمباريات مش هتبقى بقوه الا اذا كان في اطار رسمي. وكمان المفروض يكون في كشافين من اللعيبه زي زمان كان في كشافين بينزل يبص على اللعيبه، يبص على الحواري، بيجيبوا الاطفال من الشارع وهم بيلعبوا في الشارع. الاطفال دلوقتي كلها يعني احنا بقى عندنا حاجات، يعني احنا عندنا دلوقتي حاجات، المواهب موجوده، عندنا المواهب عندنا الامكانيات دلوقتي. يعني احنا الاول كانوا بيلعبوا في الشارع، دلوقتي بقى في انديه، ناقصنا الاداره، ناقصنا الاداره من فوق بالظبط. بقى في يعني في دلوقتي اكاديميات وفي انديه وفي كل حاجه، ليه ما نزلش ابص على اللعيبه دي؟ ليه ما اشوفش المواهب دي عندي؟ انا زي ما بقول لك انا واحد عندي مثلا بتاع مش اقل من 20 موهبه عندي في الاكاديميه. انا بقى هو ده اللي انا عامله ده او اللي احنا وصلنا له ده كله عشانهم، عشان اقدر ان انا اسوقهم صح الفتره الجايه.
عشان اقدر بعد سنتين الاقي واحد في اهلي وواحد في زمالك. اشتغلنا الكلام ده من فتره الحمد لله بفضل ربنا، وفي لعيبه راحت انديه، يعني في مثلا واحد اسمه محمد حسين ده 2010 دلوقتي بيلعب في الزمالك، عندنا احمد عزت بدايته كانت عندنا دلوقتي في بيراميدز بيلعب بيراميدز، كان بيلعب انبي ومقاولين، عندنا مواهب كتير بس مواهب. عايزه اللي يقف جنبها، هو ده اللي احنا عملناه يعني ايه فكره النادي ومشروع النادي والفكره اللي احنا عملناها دي كلها علشان علشان المواهب دي، علشان احنا نقدر نعمل لهم حاجه بالظبط كده. وباذن الله الفتره الجايه هيكون في شركه تسويق الكلام ده الفتره الجايه ان شاء الله، وهنعمل لهم حاجه كويسه تليق بيهم وتليق بالمكان وتليق بالبدرشين. عندنا مثال ربيع ياسين لما لف مصر كلها وقدر يعمل منتخب محترم، خد بطوله افريقيا، طلع كهربا، طلع اعدلك اسماء كتيره، بس لف وتعب من اسوان، لف لحد اسكندريه. اسكندريه يعني الموضوع صراحه هو محتاج تعب، بص بعينه هو مش قال له وكيل دور لي على لعيبه، هات لي لعيبه. الموضوع المناقشه الجماهيريه يا جماعه اللي قاعده جنب معانا مداخله، هنتكلم عن الجماهير اللي هي معانا دقيقتين خلاص مش هنلحق ناخد اتصالات معانا للاسف وقت الحلقه جري. كابتن احمد، هل حضرتك شايف ان احنا قدرنا نتكلم عن النادي اللعيب بالشكل الكافي، ولا في حاجات ما لحقناش؟ هو احنا لو قعدنا نتكلم بصراحه على المجهود اللي بيتم في نادي اللعيب او لو بيتم في داخل المنظمه مش هنخلص كلام. الحمد لله بفضل ربنا ان احنا ان شاء الله المجهود ده والفكر ان احنا الحمد لله بفضل ربنا كلنا هناك مجموعه واحده، طبعا من الحاج والدي الحاج باجت ابو حماد مع هشام وكريم ومحمد نفس الكلام شغالين هناك بصراحه، الناس مش بخله على نفسها بمجهود. ومعانا الاستاذه ريهام برضو السكرتاريه بتاعه النادي وسكرتاريه الاكاديميه، بسم الله ما شاء الله عليها يعني شايله عننا حمل كبير جدا، احنا لو قعدنا يعني مش هنعرف نركز في ده كله، فهي واخده بصراحه واخده الجزء الاكبر ليها يعني. ربنا يوفقهم ربنا يوفقهم. كابتن احمد، انت شايف ان في امور فنيه بما انك ماسك الجزء الفني ما تكلمناش فيه كنا مقصرين معاك فيه؟ لا الحمد لله رب العالمين، احنا لمينا كل حاجة. طبعا احنا هنجتهد وهنتعب الفترة اللي جاية لحد ما نوصل كل المواهب اللي عندنا لحتة كويسة جدا، بتعبنا بمجهودنا ان شاء الله، بالكورسات بالشهادات اللي ان شاء الله هنحاول ناخدها الفترة اللي جاية، بنوعد كل الناس اللي بتتفرج علينا ان احنا هنعمل ده انا والكابتن احمد، طبعا بالاضافه لشركه التسويق اللي الكابتن احمد اتكلم عليها، ان احنا بامر الله هنشتغل على كل الامور دي الفتره اللي جايه. وطبعا بشكر كل الناس اللي موجوده في النادي على راسهم طبعا رئيس مجلس الاداره الحاج باجد ابو حماد، وبشكر كل الكباتن اللي وقفت جنبينا الفتره اللي فاتت، وربنا ييسر لنا الحال ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كلمه اخيره بقى كابتن احمد باجد. والله انا بشكر فعلا كل الناس اللي شغاله فعلا معايا هناك، والحمد لله باذن الله الفتره الجايه هيكون نوصل لابعد الحدود باذن الله، وزي ما قلت لحضرتك هنشتغل على نشتغل على موضوع التسويق ان شاء الله الفتره الجايه اكتر. دلوقتي بنعمل حاجات للاولاد برضو الحمد لله اللي تقدر تشجعهم للفتره الجايه، وان شاء الله ربنا كريم ويكرمنا باذن الله لابعد الحدود الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. طيب شرفتوني في برنامج عالم الرياضه، وان شاء الله الحلقه الجايه تكونوا قدرتوا تسجلوا النادي في وزاره الشباب والرياضه، وكونوا شاركتوا وكونوا طلعتوا لنا شويه عفاريت صغيرين من فريق العفاريت اللي بتقولوا عليه ده، كنا نفسنا نشوف والله باذن الله ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد مدير نادي اللعيب نشكرك شكرا جزيلا. كابتن احمد بنتمنى لك التوفيق ونشكرك شكرا جزيلا. استاذه ايه بنشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين بنشكركم على حسن المتابعه وحسن الاستماع، ونتمنى لكم ايام سعيده واوقات طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.